السلام عليكم ورحمة الله. مشاهدين الكرام، بعض الكلمات تحمل معنى يلامس النفس ويحقق الغاية نحو النمو والازدهار والتقدم. لذا في بداية برنامج صحفتكم لهذا اليوم، سوف أبدأ باقتباس كلمات رائعة لسيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد، حينما قال: بتكاتف الجميع نعمل معا لتجاوز التحديات وإنجاز المستحيل تحقيقا لرؤى وتطلعات قائد مسيرتنا سيدي الوالد جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه. وبلا شك، باسمي وباسم جميع العاملين في تلفزيون مملكة البحرين، نحن نفخر بأن نكون ضمن فريق البحرين الذي يعمل من أجل رفعة هذا الوطن. وكالعادة، إلى أبرز ما جاء من عناوين في الصحف المحلية لهذا اليوم. نقرأ من صحيفة أخبار الخليج ما يلي: بمرسوم ملكي إنشاء الجهاز الوطني للضرائب الخليجية. أكثر من 180 شركة تجارية إيطالية تعمل بالبحرين. فيما لفتت صحيفة الوطن لهذا اليوم: وفاة أسيوي وإصابة 32 بينهم 7 حالات حرجة بانهيار مبنى في السلمانية. رئيس الوزراء يوجه لتشكيل فريق طبي والتحقيق في الحادث. نقل حالات لحمد الجامعي والعسكري والنعيم الصحي واستدعاء كافة أطباء السلمانية. ونقرأ كذلك من ذات الصحيفة: 73 جهة حكومية وخاصة وأفراد يتفاعلون مع فريق البحرين. من صحيفة البلاد نطالع: سمو رئيس الوزراء، الحكومة والغرفة شركاء في التنمية. توزيع جائزة سمو الشيخ خليفة بن علي بالسوفيتيل اليوم. ومن على صدر الصفحة الأولى للأيام: الرميحي للأيام، الأبواق الموجهة لن تؤثر في العلاقات التاريخية مع مصر. ديوان الخدمة: المعلمون والوظائف الصحية مشمولون في التقاعد الاختياري. ونلفت عناية المشاهدين أن برنامج صحافتكم لهذا اليوم سيتضمن في النهاية أيضا مجموعة من أخبار الانتخابات النيابية والبلدية لعام 2018، ومن بينها دراسات تستطلع رأي 4000 مواطن حول انتخابات عام 2018، حقوقيون وسياسيون إلغاء تقاعد النواب يظهر الكفاءات، السوشيال ميديا بديلاً للخيام الانتخابية. وتتابعون أيضاً أخبار المترشحين. كل هذا وأكثر بعد الفاصل، كونوا معنا في صحافتكم. تناولت الصحف المحلية باهتمام بالغ خبر انهيار مبنى من 3 طوابق يقطنه عمال أسيويون بمنطقة السلمانية. صحيفة الوطن بينت أن عاملاً من الجنسية البنغالية توفي جراء انهيار مبنى في منطقة السلمانية يقطنه حوالي 70 إلى 80 شخص من ذات الجنسية. هذا ونقرأ من صحيفة البلاد أن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء وجه وزارة الصحة بتشكيل فريق طبي متكامل يضم الخبرات المختلفة من مختلف المستشفيات الحكومية لتقديم العلاج للمصابين من الحادث. كما أصدر سموه أمره الكريم إلى وزارة الداخلية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الصحة ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بالتحقيق في الأسباب التي أدت إلى وقوع المبنى ورفع تقرير فوري لسموه بشأنه. هذا وأكد رئيس الأمن العام طارق الحسن في تصريح لصحيفة الأيام
أنه سيتم محاسبة مالك المبنى في حال إثبات تقصيره. بدورها باشرت الإدارة العامة للدفاع المدني وبالتعاون مع عدد من الإدارات المعنية بوزارة الداخلية مساء أمس حادث انهيار المبنى بمشاركة 11 آلية في الدفاع المدني و15 دورية أمنية و60 ضابطا وفردا و19 سيارة إسعاف. ونطالع من صحيفة أخبار الخليج أن مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني أكد أن المعلومات الأولية لتشير إلى انهيار المبنى الذي يؤدي أو الذي يشير إلى انهيار المبنى والذي ناجم عن انفجار اسطوانة غاز عقب انتهاء اثنين من قاطني الطابق الثاني من طهي الطعام. صحيفة الوطن نشرت تصريح وزيرة الصحة فائقة الصالح حيث قالت بأن هناك 7 حالات حرجة من بين 32 حالة وصلت إلى مستشفى السلمانية حتى الساعة 10 مساء، مشيرة إلى أنه تم تحويل حالتين إلى المستشفى العسكري حيث يعانون من حروق شديدة. كما نقرأ من صحيفة البلاد أن وزارة الصحة أفادت بأنه فور وصول المصابين تم تفعيل خطة الطوارئ وتقديم العلاج من خلال فرق الحوادث والإصابات البليغة، وذلك بالتنسيق مع مستشفى قوة دفاع البحرين ومستشفى الملك حمد الجامعي. كما أطلعتنا صحيفة الأيام أن الشيخ هشام بن عبد الرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة أشار خلال تفقده موقع المبنى المنهار في المنامة مساء أمس إلى تفعيل خطة لإيواء المصابين وبقية القاطنين، وذلك من خلال توفير مسكن لهم في أسرع وقت ممكن. من صحيفة الأيام نقرأ أن وزارة الداخلية ممثلة في إدارة الدفاع المدني استخدمت طائرة من دون طيار للكشف عن المفقودين جراء انهيار المبنى، هذا واستطاعت الطائرة رصد 2 عالقين تحت الأنقاض وهرع رجال الدفاع المدني فورا وتم نقلها إلى طوارئ مستشفى السلمانية الطبي. أكد ديوان الخدمة المدنية لصحيفة الأيام أن برنامج التقاعد الاختياري مفتوح ومتاح لجميع الموظفين الخاضعين للديوان، حيث يمكن تقديم الطلبات عبر الموقع الإلكتروني نافياً وجود استثناء للمعلمين والوظائف الصحية من التقاعد الاختياري. نقرأ من صحيفة الأيام أن وزيرة الصحة فائقة الصالح أكدت أن هناك زيادة في الإقبال على استخدام تطبيق حجز المواعيد بالمراكز الصحية والمستشفيات، مبينة أن المواطنين والمقيمين بدأوا في استخدام هذا التطبيق في حجز المواعيد والذي وصلوا إلى 90% من إجمالي المرضى. أكد وكيل شؤون الأشغال بوزارة الأشغال المهندس أحمد الخياط في تصريح لصحيفة الأيام أنه سيتم البدء خلال الأسابيع المقبلة في تنفيذ مشروع الجسر الرابع الذي يربط بين المحرق والمنامة، معتبرا أنه من أهم المشاريع التي تنفذ بمملكة البحرين والذي يأتي بكلفة تقدر بمئة مليون دينار. نقرأ من صحيفة الوطن أن 73 وزارة ومؤسسات حكومية وخاصة ومسؤولون وشركات وأفراد أعلنت عن التفاعل والتضامن مع هاشتاغ فريق البحرين بالتقاط صور جماعية مع موظفيهم. إليكم بعض الصور التي نقلتها صحيفة الوطن.
نطالع من صحيفة الوطن أن وزيري الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف والمواصلات والاتصالات كمال أحمد عقدا اجتماعا تنسيقيا مشتركا للبحث في جوانب ومرئيات حجز مسار مترو البحرين، واستعرضا الجوانب المتعلقة بقرار لجنة الإعمار والبنية التحتية باعتماد مشروع مترو البحرين كمشروع استراتيجي بمملكة البحرين. لفتت صحيفة أخبار الخليج إلى أن حفل توزيع جائزة سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة للعمل الخيري سيقام مساء اليوم بفندق السوفيتيل. يذكر أن الجائزة امتداد لمسيرة الخير والعطاء التي أطلقها سموه في عام 2008 عبر جائزة الابن البار والابن البارة، والتي تسعى لنشر الوعي بالاهتمام بالوالدين والمسنين. نقرأ من صحيفة أخبار الخليج أن حساب بحرين ويذر على تطبيق التواصل الاجتماعي الإنستغرام كشف أن موسم الأمطار اقترب فعلياً ولم يبقى عليه سوى أسبوعين. الجدير بالذكر أن فصل الخريف حل على مملكة البحرين في 23 من شهر سبتمبر الماضي. نشرت صحيفة البلاد أن وزارة شؤون الشباب والرياضة دشنت إي شباب، وذلك بالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، والذي يعرض قائمة الفعاليات التي تقدمها وزارة شؤون الشباب والرياضة بكافة التفاصيل. نقرأ من صحيفة البلاد أن وفداً من الاتحاد البحريني لكرة السلة برفقة عدد من أعضاء ونجوم المنتخب الوطني الأول للرجال ومنتخبات الفتيات قام بزيارة خاصة للمرضى المصابين بمرض السرطان، وذلك بمركز علاج الأورام في مجمع السلمانية الطبي. نستعرض لكم بعضاً من الصور بعدسة صحيفة البلاد. أهلا بكم من جديد وإلى ملف الانتخابات، حيث نشرت صحيفة الوطن أن مترشحين يتوجهون إلى التواصل مع الناخبين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بدل افتتاح مقر انتخابي نتيجة عدم توفر الميزانية بحسب قولهم. هذا ونشرت صحيفة البلاد مقالا بعنوان مشاركة المرأة في الانتخابات للكاتب عبد علي الغسرة، تحدث فيه عن ضرورة تعزيز ترشيح النساء لانتخابات عام 2018. إليكم المقال بصوت الزميلة هالة سلمان. أسعدني كثيرا ما اطلعت عليه في صحفنا المحلية من تقدم الكثير من النساء لخوض انتخابات 2018 في المجلسين البلدي والنيابي، والمرأة لن تكون أقدر من الرجل، والرجل لن يكون أكفأ من المرأة في المجالين إلا بقدر إيمان كل منهما بمجال عمله واجتهاده في تأدية واجبه الوطني.
إن ترشح المرأة في الانتخابات ليس صراعاً بينها وبين الرجل، بل هو حق دستوري أولاً وواجب وطني ثانياً. ففي الدورات الانتخابية السابقة أثبتت المرأة البحرينية جدارتها الانتخابية، حيث فازت بالمقاعد البلدية أو النيابية، وأثبتت كفاءة متميزة في الأداء، وحققت تفوقاً على بعض الرجال. وتقع مسؤولية مشاركة المرأة في الانتخابات على المرأة ورغبتها في الترشيح، وترجع أسباب فوزها أو عدمه إلى مسؤولية أفراد المجتمع من الرجال والنساء، وهذه المسؤولية تتحدد مع مدى الوعي السياسي والانتخابي والمجتمعي بأهمية هذه المشاركة. إن تعزيز ترشيح النساء لانتخابات 2018 ضرورة وطنية يجب أن تتحمل مسؤوليتها الجمعيات السياسية والدينية وأفراد المجتمع من الرجال والنساء، وعلى المرأة أيا كانت أن تتحرر من التبعية وأن تجسد إرادتها الحرة في اختيار ما تراه مناسبا دون أي تأثير. وأيا كان عدد الفائزات في انتخابات 2018 فوجودهن في المجلسين كأعضاء ونواب يمثل إنجازاً وطنياً مشرفاً ونجاحاً مشرقاً للبحرين وديمقراطيتها وشعبها. نقرأ من صحيفة الوطن أن حقوقيين وسياسيين توقعوا أن يؤدي إلقاء تقاعد النواب والشوريين والبلديين إلى تغير في خريطة المشهد الانتخابي بعزوف الأشخاص الراغبين في دخول المجلس للامتيازات، معتبرين أن ذلك يفسح المجال لدخول الكفاءات الراغبة في تقديم حلول جدية. نقرأ من صحيفة الأيام أن الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة دراسات أعلن أن المركز يعتزم إجراء استطلاع رأي للمواطنين حول الانتخابات النيابية والبلدية القادمة، موضحا أنه سيتم اعتماد عينة بعدد 4000 مواطن بحريني موزعة على جميع محافظات مملكة البحرين. كتب محميد المحميد مقالا في صحيفة أخبار الخليج بعنوان عن القيمة المضافة والمشاركة الانتخابية، إليكم المقال بصوت الأستاذ خليل إبراهيم. أن تقرر المشاركة في الانتخابات المقبلة ناخبا أو مرشحا فهذا حقك الذي تمسكت به، وأن تقرر عدم المشاركة فهذا حقك الذي تنازلت عنه، ولكن أن تدعو الناس وتحرضهم على عدم المشاركة وبأساليب الترهيب والتأليب فهذا يعد تعديا على حقوق الآخرين وطنا ومواطنين. أن تقرر تأييد ضريبة القيمة المضافة فهذا رأيك وموقفك، وأن تعارض ضريبة القيمة المضافة فهذا رأيك وموقفك أيضا، فلا جدال فيه ولا عقاب عليه، ولكن أن تمارس أساليب اللعن والسب والتشهير والتسقيط ضد كل من أيد ضريبة القيمة المضافة فهذا ليس من حقك ولا من حقوق حرية الرأي والتعبير. هذه أمثلة بسيطة يجب أن تكون حاضرة عند الوعي الجمعي للمواطنين لكي لا ينخدع أحد بالمتلاعبين بالألفاظ والمسميات وبالحقوق والواجبات. لذلك فحينما حذرت وزارة الداخلية من يحرض على مقاطعة الانتخابات فهي لم تشر إلى معاقبة المقاطع للانتخابات إيمانا منها بأن هذا حق كفله الدستور، لكنها حذرت من يحرض الآخرين. قاطع الانتخابات وتنازل عن حقك وامكث في بيتك واغلق عليك دارك فلن يعاقبك القانون ولن يتعقبك أحد، ولكن لا تأتي بعد ذلك وتبكي على ما سيوافق عليه المجلس النيابي والبلدي، لأنك أنت من تنازل عن حقه وتخاذل عن واجبه ولم يرد المشاركة في صنع القرار الوطني. وبلا شك ختام الجولة الصحفية مع الكاريكاتير.
وبفن الكاريكاتير نكون قد وصلنا إلى ختام برنامج صحافتكم لهذا اليوم. يتجدد اللقاء بكم إن شاء الله مع طبعات جديدة في حفظ ورعاية الخلق.